بيشتري ملابس نظيفة، بيشتري تعالوا نمر، بيشتري تعالوا وبدل قطع. يا رب يحب يشتري، يا رب تعالوا بيشتري تعالوا. هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. وش تبي تشتري؟ أبي هاي. هاي 30 ريال. ما معي فلوس. ما معك فلوس؟ إيش جابك أنت في المحل؟ أنا بردان، ساعديني. معي منك. أهم شيء فلوس عندي. يلا راح أطلع برا محلي. يا حرام، بس هذا الموضوع قم اشتري لك يا حبيبي. قم هو يبغى هذه 20 ريال. أباخذ هذه مع الجزمات. كم؟ 50 ريال. والله غالية أنت، بس خذي. شكرا يا بنت. عفوا. بابا ونادي توتي يجربون مطعمي. بابا. هلا حبيبتي. بابا أنا بفتح مطعم وأبغاك تذوق أكلي. أها، فاتحة مطعم. بابا أنت ليش تحطمني؟ لا تخاف من لولا، أنا راح أجرب أكلك. والله كفو توتو، ما زي بعض الناس. طيب لولا. بابا أبغى مني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عليك يا بنت، هي بتعطيك مجاني. روحي. بابا أبغى فلوس أو أنت تعال معي. لا والله يا حبيبتي، أنا أجمع كل الفلوس. مشينا. تفضلوا. واو ما شاء الله. الحمد لله عجينة البيتزا جهزت. بابا وين الطلب؟ اصبري يا حبيبتي، تعرفين اختك في المطبخ. اصبري عليها شوي. شكلها يا شهي، باقي لها 5 دقايق وتجهز. بابا طول الطلب. لا طول يا لولو. وين الطلب؟ هذول ايش فيهم؟ ريحتها بس يا توتو لذيذة. بابا خلينا نجربها أول. إي والله إنك صادق يا توتو، خلينا نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بوب شو رأيك بالأكل؟ 10/10. أها، قالت لك إذا أنت ما تبغى تذوق. لا بتسوي لي بيتزا ثانية بعد. وانت يا توتو ايش رايك بالبيتزا؟ يعني زينة ترى كذا، يعني ممتازة. توتو اذا كانت ما تتكلم. طيب كيف الحساب؟ الفاتورة والبهارات 40 ريال. الحمد لله يا توتو، انا شبعت وخلصت. بابا انا باقي اصبر.
خلاص لكن ما شاء الله ترى الحساب 40 ريال. ها؟ 40 ريال؟ هي 40 ريال، انتم ما انتم طالعين الا وانتم مدافعين الفلوس. ايه انت قايلة تجربة صح ولا لا؟ فلوس ما راح ندفع فلوس. يلا مشينا يا توتو. طيب طيب بتشوفوا. يلا يلا مشينا توتو بسرعة. ها هذي ايش جابت؟ تدفع الفلوس ولا برنك بهذي؟ لا 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 لا، خذي الفلوس هذي كلها. ايه كذا العلم، ما تفهمون الا في العين الحمراء. مشينا توتو مشينا. لولو يلا اصحي المدرسة. وين هادي؟ حول القوة الا بالله. لولو قومي المدرسة، قومي يا بنت قومي. يا شيخة قومي قومي بس، هذه مدرسة لازم الواحد يدرس. قومي يلا يلا افطري وصحصحي وروحي المدرسة. امشي يا حبيبتي نفطر. ما ابغى بابا افطر. يا حبيبتي لازم تفطرين انتي. ما ابغى. امسكي امسكي عصير. يا بابا انا مالي نفس، انا توني صاحية. يا بنت الحلال لازم تاكلين يا بابا عشاني انا، بس كل شوي بس شوي. شوفي لو اكلت شوي ما راح ادرس. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص روحي روحي بدري. بابا انا جهزت. روحي بلبسك هذا، روحي لبسي جاكيت. اي حر يا بابا وانت ما تحس فيني. يلا مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا بس أخر. شو شكل الباص فاتني، يمديني أروح على رجلي؟ بروح على رجلي. ها بنت طايحة. قومي ما اقدر اقوم يا دكتورة. يلا ساعدك. لشنطتك. يلا ادخل البيت. شكرا يا دكتورة والله ما قصرت. بعدين البسي جاكيتك. مع السلامة دكتورة. انتبهوا يا بنات والأولاد، لازم أول شيء تفطرون ثم تلبسون لبس دافي. يلا مع السلامة.